رجوعك لزينب هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تطر على قلبي في الظروف اللي احنا فيها دي. ما خبيش عليك، انا اتصدمت في الاول لما عرفت انها مش عايزاني، لكن لما قعدت مع نفسي وفكرت كويس لقيت ان زينب طلعت عاقلة، لانها قررت انها ما تاخدتش بذنبي. انا كمان قررت ان اكون اعقل منها ووافق على انك ترجع لها. مش عارف اقول لحضرتك ايه. ما تقولش حاجة. زينب يا خالد لما طلبت مني انك ترجع الشركة اديتني درس كبير، اكبر من الدرس اللي اديتهولي لما رفضتني بعد ما عرفت اللي عملته فيها، وانا بدأت استوعب الدرسين. حضرتك متأكد ان رجوعي للشغل مع زينب هانم هيريحك؟ وهيريحك انت كمان، بدل اللف على شركات تانية مش عارفة قيمتك، ولو شركة فيهم عينتك هتبدأ فيها من اول وجديد. اتفضل اجري على زينب، مكتبك لسه فاضي ومركزك محفوظ. متشكر قوي يا بابا. اتفضل يا خالد، زينب هانم في انتظارك. متشكر قوي يا منى، طول عمرك وشك حلو عليا. عندك شغل ولا اقدر اتكلم معاكي؟ عندي شغل بس تقدر تتكلم. انا فكرت في مشكلتنا كتير. على الله تكون لينت دماغك وانت بتفكر. لا انت، انا قعدت احسبها يمين وشمال وفوق وتحت. انا مش مقتنع اننا نتجوز وكل واحد فينا يعيش في حته. طب وايه المشكله؟ رجاله كتيره جدا بيتجوزوا ويسيبوا مراتاتهم ويسافروا يشتغلوا بره. على الاقل انت هتشتغل جوه، تقدر تيجي في اي وقت. اللي بيسافروا بره دول بيسافروا الاول يظبطوا امورهم، بعد كده يبعتوا لمراتاتهم عشان تعيش معاهم. انما انا رافض ان انا وانت نبقى تحت وسايط زينب الشلال. ممكن توطي صوتك شويه؟ انا مش هوطي صوتي لان انا مش خايف منها. اتفضلي اقدمي لها استقالتي. جننت يا صلاح؟ عايز تستقيل عشان تتجوزني؟ معقوله الكلام ده؟ ده احنا ما اتفقناش على الجواز غير لما اشتغلت وابتديت تنجح في شغلك. انا زي ما نجحت مع زينب هنجح مع اي حد غيرها. انا هشتغل عند حد بس ما يحددش اقامتي انا ومراتي. موضوع جوازنا ده ممكن ناجله شويه يا صلاح، لكن ما ينفعش انك تخسر وظيفتك. زينب هي اللي هتخسرني. اكتر من قريه سياحيه يتمنوا ان انا اشتغل معاهم بعد ما عرفوا ان انا سبب الطفره اللي حصلت عندها في القريه. وساعتها بقى هنقدر نتجوز من غير ما حد يتحكم فينا. اه، وانت مين اللي قالك بقى يا صلاح ان انا ممكن اسافر معاك واسيب زينب هانم؟ ايه الكلام ده؟ الكلام ده جديد، اول مره اسمعه. صلاح، انا مش هسافر العين السخنه غير لما زينب هانم توافق على كده. يعني خيارتك ما بيني وما بينها وانت اخترتيها هي. اوكي، هاتي بقى الاستقالة دي انا هقدمها لها بنفسي. انا مش هسمح لك تخش لها ابدا وانت في الحالة دي. وانا مش هسمح لك تضيعي لي وقتي، يا تقومي تقدمي لها الاستقالة دلوقتي يا انا هخش اقدمها بنفسي. ده فعلا مفيش فايدة فيك. انت مش كنت محتاج تلين دماغك، ده انت محتاج تركب دماغ تانية. انا هثبت لك ان مفيش احسن من دماغي. انت رايح فين؟ انا ما عندها اجتماع. انا هدي لها استقالتي وامشي على طول. طب ممكن من فضلك تسيب لي الاستقالة دي دلوقتي؟ مادام خايفة ان انا تقول لها، اتفضلي قدميها بنفسك. منى، هستناكي كلميني في التليفون تقولي لي ان هي مضتها. نورت شركتك. دي شهادة اعتز بيها هانم. ما كنتش فاكرة ان باباك اللي رباك بالطريقة اللذيذة دي هيوافق بسهولة. تصدقيني لو قلت لحضرتك ان بابا اتغير كتير قوي، هو نفسه ما كانش متوقع ان حضرتك هتتنازلي وتتصلي بيه مخصوص عشان يوافق ان ارجع الشركه. عايزه شغل من نار، لا في خصومات ولا غلاسه، مالكش حجه. طمني يا هانم، انا نفسي مش عايزه اضيع وقت اكتر من كده. طب يلا على مكتبك، عندي ليك حته مفاجاه. قد كده اهو. عارفها، عوض معايا في نفس الاوضه. يا رخمه يا فريده، بوظت المفاجاه. مش فريده لوحدها، انا وعوض بقينا اصحاب قوي. عشان كده حطيتكوا مع بعض. عارف انت وعوض ناقصكوا ايه وتبقوا اعمده الشركه؟ ايه؟ لمبه من فوق وصفيحه من تحت. بس انت كده استهلاك كهرباء. يلا على شغلك بسرعه يلا. على اذن حضرتك. اتفضل. نمره دي مشغوله على طول ليه كده؟ اوه، اقدر اخد دقيقه من وقت حضرتك؟ يا ماما، ومالك مكشره كده؟ هي دي احداد ولا ايه؟ مش عارفه اقول لحضرتك ايه.
تسألي وانت تعرفي كل حاجة. الله الله الله، ده انا بقيت ملطشة، ارجع واحد الثاني يستقيل وكمان مش هين عليه يقدمها بنفسه. لا، ما انا اللي طلبت منه انه ما يقدمهاش الحريق بنفسه علشان يعني ما يحصلش حوار يمنع علينا خط الرجع. ايه هو الحوار اللي هيدور بيننا؟ انا خايفة اقول لحريق بصراحة عشان تزعلي. يوه، هو انت ما عندكيش غير الجملة دي؟ قولي بسرعة قبل ما ازعلك انا. اصل بصراحة صلاح بيفكر يسيب القرية عند حضرتك ويسافر يشتغل في قرية تانية ويتجوزني وياخدني معاه، وساعتها يعني مش هيبقى محتاج موافقة حريق بعد ما اخرج من تحت وصايتك. وصايتي؟ على كده بقى انا استعمار. وحضرتك قلتي له ايه يا عبقرية؟ قلت له انه لو ساب الشغل عند حريق وسافر انا مش هوافق اسافر معاه. هوبا، ده انت بعتيه على اول ناصية. ما هو ده اللي جننه وخلاه يصر على الاستقالة. يا منى، ايه؟ اعرفكم ببعض، صلاح جوزي، قصدي اخو جوزي. احنا جايين عشان نشرب معاكي الشاي ونتغدى، ممكن؟ اه طبعا يا فندم، دي مش محتاجه سؤال، اتفضلي. ياه، الزمن بيجري. تعرف انا ما شفتش الشقه دي من قد ايه؟ لا والله يا فندم انا مش فاكر بالظبط. اول ما فؤاد اخوه يخطب جابني هنا عشان اسلم على ابوك الله يرحمه. الله يرحمه. خير صلاح، لو عايز تقدم استقالتك قدمها، انا مش هقف قدام مصلحتك ومش هقف قدام اتنين بيحبوا بعض. بس قبل ما تسافر وتشتغل في قريه تانيه لازم تخطب منى. منى مش هتستناك يا ابني، ده جاي لها 100 عريس غيرك. يعني حضرتك موافقه على الخطوبه؟ بشرط انك تغلب ال 100 عريس دول في البوكس. هوافق. انت هتاخد اغلى واحده عندي، منى دي بنتي اللي ما ولدتهاش واشطر موظفه كمان. وما اكدبش عليك، انا هكون مطمنه وهي معاك كاني بالظبط راكنه العربيه في الجراج. انا متشكر جدا. يعني حضرتك موافقه ان منى تيجي تعيش معايا في العين السخنه؟ اه، بس تشتغل في قريتي مش في قريه تانية. انا مستحيل اسيب قريتك. انا ومنى هنشتغل فيها مع بعض. يعني موافقه على هنادي؟ قال يعني موافقتي تهمه. طبعا. مش امي؟ افكر ولا اقول موافقه يا حبيب ماما. ده احلى خبر سمعته من ساعه ما جيت مصر. معنى كده ان مشاكلك كلها اتحلت. لسه، بس بصراحه كده انت كنتي اكبر مشكله فيهم. الله يحفظك يا ابني ويخليك ليا. مش قصدي، انا قصدي انه مهما حصل عمري ما كنت هتجوز من غير موافقتك. ومشكله هريدي هتحلها ازاي؟ بصراحه لسه مش عارف، بس هنحلها طالما زوزو العنيده واقفه جنبي. ادينا جينا اهو. بدك تقول ايه يا راجل؟ اقعد عشان نعرف نتكلم. هكلمك احنا واقفين، وبالمره اطمنك على بلاص المشي بتاعك. مالكش دعوه ببلاص المشي، انا هطمن عليه بنفسي. خش في الموضوع عدل بقى. انت يا سيدي بتحب هنادي وعايز تتجوزها، وانا كمان بحب هنادي وعايز اتجوزها، يبقى ايه الحل؟ قصدك تقول نوقفها جسدنا وتختار بناتنا؟ لا، ما هو الحل ده مش في مصلحتي، لانها طبعا طبعا هتختارك انت. كويس انك عرفت مقامك. وعارف مقامك انت كمان، انت مقامك عالي. انت ابن عمها ومتربي معاها، يعني زيكوا في دقيقكوا زي ما بيقولوا. افهم من كده انك خلاص طلعت هنادي من دماغك؟ بصراحه لسه، بس انا بصراحه ابويا علمني حاجه مهمه قوي، اني عمري ما اخد حاجه من حد الا لما ادفع ثمنها الاول. تدفع ثمنها؟ تقصد ايه عاد؟ شوف يا هريدي، انا الحمد لله معايا فلوس كتير قوي، لكن بقى لو ما اتجوزتش هنادي هبقى اتعس انسان في الدنيا، والفلوس مش هتنفعني بحاجه. يعني ماليش صالح بالكلام ده. بالعكس بقى، انت ليك مليون صالح. يعني انا لو صعبت عليك وتنزلت لي عن حب حياتك، ساعتها انا مش هسكت وهعوضك بمبلغ كبير قوي يجوزك اي واحده في الدنيا تتمناها. جك خبط في نفوخك، انت عايز تشتريني بالفلوس؟ لا طبعا، انا عايز انا وانت نخرج من الموضوع ده واحنا مبسوطين. وبعدين ما ترفضش قبل ما تعرف المبلغ اللي هعرضه عليك كام. بلالين الدنيا كلها، ما تساويش دوفر من هنادي. لا مش بلالين،
50,000 جنيه وجاهزين معايا. 50,000 شواج لوري يهفك بترومبيلو. لا يا سيدي مش 50، هنخليهم 100,000 سواق، ايه رايك بقى؟ هي دي الفلوس الكتير اللي حدك؟ شوف بقى انا مش هزود عن 150,000، 150,000 عدا ونقدا وجاهزين معايا. ألف جنيه. فكر يا هريدي ورد عليا. معقول يا مصطفى؟ عايزين نلحق نفرش باقي الحاجة. حاضر حالا يا جدع. معقول يا مصطفى؟ الافتتاح بكرة ولسه ما خلصتش؟ أجي أفرش بنفسي؟ زي ست ربنا يخليك. تعرف إن المشروع يستاهل إنك تحقق عشان أنت يا أمي اللي تسألي كل خير، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك أبدا. يخليك يا إيه؟ أنتوا بتشحتوا ولا إيه؟ ربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا ليا. أنا مرتبك متوتر مهتز ومش قادر أصدق بجد بجد يا صلاح، يعني زينب مراتي وافقت على خطوبتك لمنى ووافقت كمان إن منى تسيبها وتسافر معاك بعد الجواز. ده مش بس كده، دي جات لحد عندي البيت بنفسها عشان تبلغني بموافقتها. والله والله لو ما كنتش أنت اللي بتحكي لي بنفسك ما كنت أصدق الكلام ده أبدا أبدا. وأنا كنت كاتب استقالتي ومديها لمنى عشان تقدم لها، وكنت محضر شنطتي ومسافر اشتغل في قريه تانيه لان انا كنت متاكد ان هي هتقبل استقالتي. طبعا دي زينب عمرها ما رفضت استقاله اتقدمت لها. دي زينب بتاعت زمان، بس زينب بتاعت دلوقتي واضح ان هي بتحكم عقلها وضميرها قبل ما تقوم باي رد فعل ممكن ياذي غيرها. والله ما انا عارف اخويا افرح بالكلام اللي انت بتقوله ده، ولا ازعل على اللي عملته في نفسي وفيها لما اتجوزت اللي ما تتسمى دي عليها. انا شايف يا فوقش إن ده أنسب وقت ممكن تعترف لها فيه بالحقيقة. بالحقيقة؟ طبعاً. أنا حاسس إن هي عندها رغبة كبيرة في العفو والسماح. أيوه عندك حق. تخيل دي طلبت من مصطفى يطلب غادة مع إنها ما بتطيقهاش. طيب يا عم مستني إيه؟ يلا اتكل على الله روح اعترف لها بالحقيقة وأنا مستنيك هنا أعرف أنت عملت إيه. الله فؤاد، يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تعال. انا كنت جاي لك زينب عشان اشكرك انك رفضت استقاله صلاح اخويا ووافقتي على خطوبته من منى. على فكره انا ما عملتش كده عشان هو اخوك، لا انا فعلا محتاجاه في القريه، وحاسه كمان ان هو ومنى العبقريه محتاجين بعض، ربنا يوفقهم بقى ويجيبوا لنا عباقره صغيرين يا رب. زينب في موضوع مهم كده كنت عايز اكلمك فيه. القلوب عند بعضها يا فوقش. فوقش؟ اه طبعا. مش جوزي حبيبي ولازم ادلعه؟ لما كنتش ادلعك انت ادلع مين؟ على فكره انا كنت جايه لك المكتب لان عايزاك في موضوع مهم. تجيني بنفسك المكتب؟ ده يبقى فعلا مهم قوي. طب قول لي الاول انت عايزني في ايه؟ لا معلش قول انت الاول عايزاني في ايه. لا انت الراجل قول الاول. لا انت الست. لا نعمل قرعه معاك قرش. لا ملهاش لازمه القرعه، ليديز فيرست وانت طول عمرك الفيرست يا حياتي. ربنا يخليك ليا. جهز نفسك الليله هنروح نخطب غاده لمصطفى. وانت عايزاني اروح معاكم المشوار ده؟ احنا اللي هنروح معاك انت الاول، انت في مقام والده. وانت قررت فعلا يا زينب انك تروحي؟ طبعا. وبتسال ليه؟ لا اصل خايف لا تبعتيني بالنيابه عني. انا واحمد ومصطفى وفريده مالناش سند غيرك. الله يحفظك ويخليكي لينا يا زينب. انا حاسه يوم الخميس ده ان شاء الله ابقى اسعد واحده في الدنيا اما اشوف غاده ومصطفى ومنى وصلاح في كوشه واحده. قولي كده، عايزه تعملي فرح جماعي عشان توفري في المصاريف. ما خلاص حلينا الكيس. بجد؟ كيسك انت يا ابو العريس. وانا موافق يا ستي وماله، بس مش نستنى الاول يا زينب لما والد غاده يوافق؟ هيوافق، ما هو عارف انهم بيحبوا بعض من زمان. لا انا قصدي انه يوافق على ان الفرح يبقى يوم الخميس وانه يبقى فرح جماعي. صحيح. انا هتحايل عليه لغايه ما يوافق. انت يا زينب تتحايل على حد؟
وماله؟ ما هو كله عشانكم. ها؟ اعترفت لها بالحقيقة؟ ما عرفتش الصراحة. زينب قالت لي إنها بتمر بأسعد أيام حياتها، ما قدرتش أعكن عليها. طب ما أنت كده في يوم من الأيام هتعكن عليها. معلش، أنا فكرت وقررت إن إحنا نأجل العكننة شوية لحد ما حفلة الخطوبة تمر على خير ونفرح بيك أنت ومنى ومصطفى وغادة. يعني أنت شايف إن كده يكون أحسن؟ أيوه، زينب لو عرفت ان انا متجوز عليها ممكن تقلب على الوش التاني وتلغي الخطوبه منك اخويا. دي تبقى مصيبه. ده انا ما صدقت ان هي وافقت. عرفت بقى ان انا بعمل لمصلحتك. طب ومصلحتك انت؟ ما انت مش هتقدر تخبي على زينب طول العمر، وفي نفس الوقت مش هتقدر تهرب من النادي اكتر من كده. ما تجيب لي سيره زفته، انا لما بتيجي سيرتها برتبك واتوتر واهتز. عموما اطمن يا اخويا، أنا حسبت حسبتي كويس، وإن شاء الله بعد الخطوبة زينب هتكون في قمة سعادتها وعندها استعداد تسمع أي حاجة. وما أنا بقى إيه أروح كده مفاجئها وقايل لها الكلمتين اللي في قلبي وأنا واقف على باب الأوضة ومفاتيح عربيتي في إيدي. وطبعاً أنت مش محتاج أوصف لك إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. والله دي فرصة سعيدة جدا قوي خالص يا ضياء بيه. أنا من زمان وأنا نفسي أتشرف بمعرفة سعادتك. وأنا يا فؤاد بيه. اتفضل العصير. يا أهلا وسهلا يا حبيبتي. مين دي يا واد يا أبو عيون جريئة الحلوة دي؟ دي غادة يا ماما. غادة؟ إيه؟ اللبس والمكياج فارقين، ما عرفتهاش. ما شاء الله ما شاء الله. خش جوه يا غادة. ليه؟ خليها معانا شوية. انت عارف طبعا يا رياض بيه ان احنا مش جايين نشرب العصير ولو انه شكله كده فريش. ما بيردش ليه؟ ويرد ليه لما هو مش رياض؟ ضياء بيه. عيب. طبعا انت عارف احنا جايين ليه. لا ما عنديش فكرة. بنتك عفريتة عاملها لك مفاجأة. هي قالت لي انكم جايين، قلت لها فرصة نتعرف بفؤاد بيه بعد ما تعرفنا على الهانم في الزيارة قبل كده. كان نفسي في شوية زهايمر كده ينسوك الزيارة اللي فاتت يا رياض بيه. وهي دي زيارة تتنسي يا هانم؟ كل حاجة بتتنسي يا ضياء يا أخويا، وكلنا هنموت. احنا جايين لك النهاردة مخصوص عشان نفتح صفحة جديدة بقلب جديد وفكر جديد. بالظبط يا عم، جايين بقى نفتح صفحة جديدة يتخللها صفحة جديدة؟ كشكول بحاله يا رياض بيه. ماما انت لا عارفه غاده ولا عارفه عم ضياء، طب حضرتك جيتي ليه؟ جاي اشرب العصير. اهدى مصطفى ابني، ما تعملش في نفسك كده، كمل. صفحه جديده فيها دبلتين. بالظبط يا عمي، عايزين بقى نفتح صفحه جديده فيها دبلتين وكوبايتين شربات وزغروتين وكشتين. لسه بدري قوي على الموضوع ده. لا ما هو مش دلوقتي، ده الوقت متاخر، يوم الخميس الجاي وطبعا حضرتك معزوم. والله عال يعني حضرتك جايه لي ومحدده ميعاد الخطوبه قبل ما تاخدي موافقتي على الخطوبه نفسها. العفو العفو يا سناء بيه، يا ضياء بيه، العفو. اتفضل استريح بيتك ومطرحك. لا كوبايه. دي لا دي اللي شربت. اتفضل عفو بيه يا ضياء بيه، ده عصير فريش، اشرب كده واهدى. وبعدين احنا جايين، يعني جايبي احنا جايين طمعانين في كرمك، عجبانين فيك، يعني عشان نخلي الفرح فرحين. انت ما خدتش بالك مصطفى ابننا لما قال زغروتين وشربطين وكشتين عشان فرح اخويا وفرح ان شاء الله معقوله تبوظ الفرحين؟ والله انا ما بحبش الكرواته، ادوني فرصه اسال على العريس الاول. ده احنا اللي نسالك عليه، ما تعرفش يا اخويا والدته فين؟ اشتكي لها منه. ميرسي يا هانم على المجامله الرقيقه دي، بس الاول اخد موافقه غاده. انا موافقه يا بابا. ادخلي يا غاده. أصل ادخلي جوه. ليه أبوها قاعد باي باي دلوقتي؟ متهيألي بقى يا من الله يا زينب، اسمه إيه؟ رياض بيه. متهيألي يا أبو غادة يا أخويا مفيش أي داعي إن إحنا نأجل الخطوبة. ما تخليها كاتب كتاب، سمعت المأذون هيغلى. كاتب كتاب إيه؟ مش ما بتسلك الخطوبة الأول. قلت إيه؟
قلت ايه يا سعادة البيه؟ والله انا ما احبش حد يلوي دراعي ويجي يطلب ايد بنتي ويقول لي ميعاد الخطوبة الخميس الجاي. خلاص يا سيدي، احنا ما يرضناش زعلك ابدا. تحب ميعاد الخطوبة يبقى امتى؟ الخميس الجاي. وماله؟ بس مش بعيد شوية. ألف مبروك يا زينب هاني. الله يبارك فيك يا خالي، اوعى يا واد ما تجيش، هحرمك من الحوافز وبدل أفراح. ازاي ما اجيش يا هاني؟ دي خطوبة مصطفى، بس احنا مش جايين دلوقتي عشان خاطر نبارك لحضرتك على الخطوبة. أمال هتباركولي على إيه؟ أبو تريكة جاب جول؟ احنا جايين نبارك لحضرتك علشان توكيل اليابان يا عمتي. الله، قولي يا عمتي تاني. يا عمتي. طالعة من بقك زي العسل، شكلكوا عندكوا أخبار حلوة. ده الفاكس اللي بعتته الشركة اليابانية بترد بيه على الفاكس اللي بعته عوض. اتفضلي يا حضرتك. اقرا ياباني؟ انا معرفش في اليابان غير زكي شان. انا معايا الترجمة اقراها لحضرتك. إدارة الشركة اليابانية بتقول انهم قروا ملف شركتنا والطلب اللي بعتناه لهم للحصول على التوكيل التسويقي للأجهزة بتاعتهم في مصر، وباختصار كده ما عندهمش مانع مبدئيا للتعاون معانا، وحددوا يوم 27 من الشهر اللي جاي عشان ينزلوا مصر ويتعرفوا على شركتها وانشطتها في الطبيعه. وقعدوا بالعافيه. قعدوا بالعافيه؟ وكتبوها ازاي دي؟ كده يا فندم. طب ممكن ارد؟ طبعا. تكا تكا تكا. اقعد يا هريدي. انا كنت متاكد انك هتتصل بيا. اسمع يا جدع، انت انا جبتك هنا مخصوص علشان اقول لك اني لا يمكن لا يمكن ابيع حنادي بنت عمي قصاد ال 150 الف جنيه بتوعك دول. الله، امال انت ممكن تبيعها قصاد كام يا هريدي؟ انا ما كنتش ناوي ابيعها واصل، لكن ما دمت انت هتموت لو ما اتجوزتهاش يبقى اشتري عمرك بربع ارنب. ربع كام؟ ربع مليون جنيه. ايه؟ ربع مليون جنيه كتير. كتير على هنادي؟ لا كتير عليك انت. بصراحه بقى انا كنت جاي وجايب معايا ال 150 الف جنيه عشان اديهم لك، لكن بما انك بتقول كده بقى ومش عاجبينك يبقى خلاص، حلال عليك انت هنادي، وانا هدور على عروسه تليق بيا. عن اذنك. طب اقعد بس نتفاهم. مفيش تفاهم، هما ال 150 الف جنيه مش هيزيدوا مليم. طيب ولد كبير ولا صغير؟ كبير ولا صغير هو انت بتعتق. طب اقعد بقى خلينا نعد الاساتذه. قبل ما نقعد ونعد، قولي هتقول لهم ايه في البلد عشان تقنعهم انك تسيبها نادي؟ هقول لهم اني مسافر ليبيا اشتغل هناك، وبدل ما اسيبها حالها واقف شوفوا هي رايده مين ومين رايدها. طب هو انت فعلا مسافر ليبيا؟ مش انت هتجيب لي عقد عمل هناك 150 الف جنيه وفيهم عقد عمل؟ ليه وانا خلفتك ونسيتك؟ شوف بقى، انت تروح تقول لهم انك اكتشفت انك ما تستحقش هنادي وان انا استاهل اكتر منك. اكتر مني كيف يعني؟ هو كده، يا اما هاخد شنطه ال 150 الف وارجع بيهم زي ما جيت. لا حاضر، هقول انك تستاهل هنادي اكتر مني واني نفرك برقبتي. ايه عاوز ايه تاني عاد؟ ايوه، ما تسالنيش مره تانيه عن بلاص المشي بتاعك، لاني من الاخر كده رميته في الشارع. رميت المشي؟ ايه يا عم الصدمه دي؟ وبعدين انا هديلك 150 الف جنيه، يعني تقدر تشتري بيهم 150 الف بلاص مشي، وبعدين اعمل حسابك في مخ جديد لانه خلاص باظ. يعني الفلوس نقصت من قبل ما عدها تمن بلاص مش. الحق عد بقى حلو قبل ما ينقص بسبب حاجه تانية. صح. يلا سمي كده. بسم الله. بالراحه هتقطع الشنطه. ايه دي؟ ده ورق ابيض. اتنقلت علي؟ اريني تاخد مني الفلوس بحجي وحقيقي يا واطي. تبيعني ب 150 الف جنيه يا ناقص؟ اوعى تكون فكرتني البيت الملك اللي ورثته عن ابوك. انت بتعمل لي كمين يا ولد الفرطوس؟ فرطوس؟ انا هو يعني ايه فرطوس؟ اهلا انستي ونورتي يا زينب. الله يأنسك يا حبيبتي، تعبتك معايا يا فتحي. لا يا حبيبتي تعبك راح. ازاي ركبك صحيح؟ ايه العين وحشة يا زينب. ايه؟ لا عضة اسد ولا نظرة حسد. حسد؟ واحد غاوي كسر ضرب لنا مسك، قال الحمار القرفص مش هيرفص. مين حمار؟ انا الحمار. انا جيت ليه؟ انتوا زعلانين مني؟ لا يا اختي زعلانين. ايه؟
كنت زعلانه منك لغايه ما رجعتي عوض شركتي. يا ريتني رجعته من بدري. مش عوض ولدي وصبايا واحلامي. ربنا يخليه لك يا محمود يا رب. الحمد لله. الوقت يا اخت زينب انا كنت بصلي وتعبت من ربنا ان بعد ما لم شملنا يكملها معانا بالساتر. يا رب يا رب يا رب. خدي يا الشاي. تسلم ايدك. الله شاي وعليه سكر، ده ايه التبذير اللي انت فيه ده؟ بقول لك ايه يا محمود؟ نعم. فاضي تروح معايا مشوار؟ أنا تحت امرك يا اختي. اصله مشوار مهم ومحتاجه راجل في شهامتك وجدعنتك. من عينيا يا اختي. عقبال ما تشرب الشاي اكون غيرت هدومي. زينب هانم؟ مفاجأة مش كده؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا، خطوة عزيزة. يا ألف اهلا وسهلا. سهل خطوة عزيزة. الله يخليك. على فكرة خالد ابني فرحان قوي انه رجع الشركة اللي عند سعادتك، حاسس كأنه اتولد من جديد. يعني انت يا سالم بيه سعيد لسعادة خالد ابنك؟ الا سعيد، مش ابني الوحيد. طيب بقى اقول لك الكبيرة بقى، يوم الخميس الجاي ان شاء الله خطوبة صلاح على منى السكرتيرة. كده كده الف مبروك. لا شوف بقى اللي اعلى، وخطوبة غادة على مصطفى في نفس الليلة. كده بقى تبقى الفرحة فرحتين. ممكن نخليهم تلاتة ونحتفل بخالد وسحر في نفس الليلة؟ مش معقول. انت برضو مصممة هانم اني اجوز ابن البنت السواق؟ مش سبق ورفضت قبل كده وكنت هتتجنني لما عرفت انهم رسمين على الولد؟ كنت غلطانة، لكن وقفت البنت جنب الولد في كل المحن لما استقال وساب البيت، اكدت لي ان سحر بتحب خالد زي ما بيحبها بالظبط. من حقك يا سالم بيه انك تفتخر بابنك لانه طلع ولد راجل بجد، ومن حق ابنك انك تحقق له حلم حياته وتجوزه من البنت اللي قلبه اختارها. ساكت ليه يا ابو خالد؟ صدقني يا سالم هتحس بمتعه كبيره قوي لما تسعد كل الناس اللي حواليك، حتى لو كان على حساب عنادك واحلامك. اصلك ما تعرفيش الولد خالد ده كنت بحلم له بجوازه شكلها ايه. خلاص بقى يا ابو خالد، كل شيء اسمه ونصيب. أنا آسف يا عمي على الموقف اللي حطيت حضرتك فيه، بس الحقيقة أنا ما كانش قدامي طريقة تانية أكشف لك بيها حقيقة هريدي. طول عمري شايف هريدي مليان عيوب، وأقول بكرة الزمن يصلحها، لكن ما كنتش أعرف أبداً إنه الندل للدرجة دي. أيوة بس اللي حصل ده ممكن يفوق هريدي ويعرف إن الفلوس مش كل حاجة. يفوق أنت كمان؟ وأنا كنت بعمل كل اللي بعمله دوت عشان يفوق ولا عشان يبعد عن سكتك؟ ايوه انت شايف ابويا مصدوم فيه ازاي؟ ما انا عايزه الصدق. طبعا يا حاج دلوقتي بعد ما عرفت هريدي على حياته لا يمكن توافق انه يتجوز هنادي. ربنا يهدي النفوس، مش جايز يصلح حاله زي ما بتقول هنادي. وجايز جدا ما ينصلحش، وجايز يعمل نفسه ان هو انصلح لحد ما يتجوز هنادي وبعد الجواز يبان على حياته ويظهر ان هو طمعان فيها. عموما يا ولدي احنا ما بنفكرش في الجواز دلوقتي. بس انا بفكر. وبعدين يا عم انا عادتي في مصر طولت ولازم ارجع لندن وانا عارف راسي من رجلي. هو بصراحه يا ولدي انا ما اقدرش اوافق على جوازك من بنتي وخليها تسافر معاك بلاد بره، وانا ما تاخذنيش يعني ما خبرش لسه اخلاقك، يعني بصراحه ما اطمنش عليها تعيش معاك في الغربه. معناته ايه الكلام ده؟ ما هو انت يا ولدي لو كنت عايش معانا هنا في مصر كنت مثلا اوافق على الخطوبه لحد ما ندرس اخلاقك. أنا لو كنت مكانه كنت هقول لك نفس الكلام. عايز الراجل يخلي بنته تسافر مع واحد ما يعرفوش؟ الواحد ده هيبقى جوز بنته يا زينة. أيوه، ما هو لازم يعرفك كويس عشان يخلي بنته تسافر معاك. بكرة أما تتجوز وتخلف هتعرف يعني إيه ابنك يبعد عنك. هو ده اللي حصل، وآسف إذا كنت أزعجتك. بالعكس، أنا كان نفسي أقعد معاك من زمان. قول لي بقى، أنت جاي النهاردة ليه؟ بصفتك الصديقة الوحيدة لزينب كنت عايز أعرف منك، زينب كانت فعلا صادقة معايا لما قالت لي إنها ما ضغطتش على هنادي وأبوها عشان يمنعوني من السفر؟ صادقة 100%. معنى كلامك وكلامها إنها فعلا مش فارق معاها إذا كنت أقعد في مصر ولا أسافر لندن. تفرق معاها كتير، بس هي يعني مش عايزة تضغط عليك، لأنها بقى تأكدت إنها ممكن تعيش حياة مستقرة وإنت بعيد عنها. وإيه اللي غيرها بالشكل ده؟ أنت اللي غيرتها يا أحمد. أنا؟ أيوة،
أول ما جيت من لندن كنت أول واحد يقول لها لأ. شجعت إخواتك والناس اللي حواليها إنهم يطلبوا حقوقهم ويتخلصوا من سيطرتها عليهم. زينة في البداية كانت فاقدة السيطرة على نفسها، لكن مع مرور الوقت اكتشفت إنها بقت أم وزوجة ومديرة ديمقراطية. قدرت تزود رصيد حبها في قلوب اللي حواليها وتسعدهم وتسعد بيهم. يعني هو ده سبب التغيير اللي حصل لزينب دلوقتي؟ أيوة يا أحمد، طول ما أنت بعيد عنها كنت نقطة الضعف في حياتها وعقدة الذنب الوحيدة اللي عندها، لكن لما جيت قدرت تحل العقدة دي. وأنا لو سافرت العقدة دي مش ممكن ترجع لها تاني؟ مش هترجع، لأن زينب كانت متصورة إن مشكلتها هي غيابك عنها، مع إن مشكلتها الحقيقية إنها ما كانتش قادرة تنسجم مع الناس اللي حواليها. كانت فاكرة بقوتها وتسلطها ممكن تحقق اللي هي عايزاه، وجيت أنت وأكدت لها إنها مش هتلاقي الحب غير بالحب. زينب هانم، عزمتك على حفلة خطوبة ابنها؟ آه طبعاً، ده حتى صلاح يخطب في نفس الليلة، بس أنا مش هروح إلا لو عزمت حضرتك. أنت عرفت إن زينب هانم جت لي هنا في البيت، هي وأخوها محمود. زينب هانم جت هنا البيت؟ إيه؟ ما تستاهلش الشرف ده؟ لا طبعاً يا بابا تستاهل، بس أنا كان قصدي يعني إنها ممكن تبعت لك كارت دعوة معايا. ومين قالك إنها كانت جاية تعزمني على حفلة الخطوبة؟ أمال كانت جاية ليه؟ كانت عايزانا اوافق على خطوبتك انت وسحر وتلبسها الشبكه في نفس الليله مع صلاح ومصطفى. مش معقوله للدرجه دي زينب هانم مهتمه بيا الاهتمام ده؟ اللي يشوفها وهي بتتكلم عن الخطوبه الجماعيه اللي عاوزه تعملها في جنينه فيلتها يقول انها عاوزه الدنيا كلها تتخطب عندها يوم الخميس. طيب ممكن اعرف انت قلت لها ايه؟ قلت لها هفكر وارد عليك. يعني انت بتفكر معايا دلوقتي؟ انا عاوز اسالك سؤال واحد. يا ترى مش هتندم لو اتجوزت بنت السواق؟ انا هندم لو ما اتجوزتهاش، ولو اني مش مقتنع بالرد ده لكن اعتبرني موافق. ممكن اعرف انت ليه غيرت رايك؟ الدرس الثالث اللي اتعلمته من زينب الشلقاني لما اتنزلت وجاتني هنا البيت عشان تكلمني في موضوع يخص بنت السواق بتاعها، عرفت ساعتها ان الدنيا ما بتفضلش على حالها. أنا ومحروس سيبنا الشركة في شهر واحد، هو رجع وأنا لسه قاعد هنا في البيت. إن شاء الله يا بابا ربنا هيعوضك، بس أنا مش هقدر أخطب سحر من غيرك، ده شرط عم محروس من الأول. كمان هروح لمحروس لغاية عنده؟ معلش يا بابا، اللي يعمل جميل يتمه للآخر. طب سيبنا أفكر وأشوف الحكاية دي تجي إزاي. قدامك نص ساعة بالكتير. نعم يا أخويا. أعمل إيه بس؟ زينب هانم عاوزة تعمل الخطوبة يوم الخميس، واحنا النهارده الاثنين، معنى كده ان احنا قدامنا ساعة واحدة بس نقرا فيها الفاتحة.